بلاش يلا يا عيال روح روح بخطها واعطيها اعطيها هلا بها البقرص بكيريني هي بس لو جاك فارس مو جاي كوتي جاك طوطه شوف عمر حسن خي وجهت انها كان ناكل يا اخي العج هذا مو جايب شيء معاه والله العج العج نايس ارقل ارقل شو اسوي لك ثاني؟ يلا اذا خلصت فيه قطع ثاني اجاب بعارضي ما جاب شيء يا يعني. انا عارفه يا اخي العج هذا نهزم مشان شنو مشان مثل معنا غلاب لما نجي عنده شغل يا اخي الزلمه اشتغل بيه طبيب ولد راجل عن جد عنده شغل ولا شو تقول انت؟ والله ما عندي انا اتوقع انه شغل والله ما عندي شغل طور عمر يا اخي عبد الرحمن يا طبعا جدو هذا قوله 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 الباسل شغله باسل باسل شيخ يا والله باسل شيخ والله جاي بس على حاله قرعه تسيب هذا ليش تاع صار صور انا جايب له كيلو جوال لا ولا بس كريستيانو يا اخي والله والله انت مني.